السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. والد الفنان المغربي سعد المجرد يطلب من متابعيه الدعاء للفنان عزيز الفاضلي. تفاعل والد النجم المغربي سعد المجرد الفنان البشير عبده مع الوعكة الصحية التي ألمت بالفنان عزيز الفاضلي الذي أدخل المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا. وعمد البشير عبده على نشر صورة للفنان الفاضلي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، أرفقها بطلب من جمهوره جاء فيها: نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل لصديقنا وأخونا الفنان الكبير والقلب الطيب سي عزيز الفاضلي. ويشار أن عددا من الفنانين المغاربة قد تفاعلوا مع الأزمة الصحية التي يمر بها الفنان الفاضلي، وذلك عقب إعلان خبر مرضه من قبل نجلته حنان الفاضلي من خلال منشور عبر حسابها على الإنستغرام جاء فيها: دعواتكم لأبي بالشفاء العاجل يا رب. وهو الأمر الذي استجاب له عدد كبير من متابعيها عبر الإنستغرام، وذلك من خلال رسائل الدعاء التي توجهوا بها عبر خاصية التعليقات. ويذكر أنه من أجل الإطمئنان على الوضع الصحي للفنان عزيز الفاضلي، أجرت أحد المواقع الإلكترونية اتصالا هاتفيا بنجلته الفنانة حنان الفاضلي التي طلبت بتعثر شديد من محبي والدها بالدعاء له بالشفاء العاجل، مبرزة أنه في أمس الحاجة في هذه اللحظات لدعوات المغاربة. وكشفت الفنانة حنان الفاضلي أن وضع والدها جد حساس جراء إصابته بفيروس كورونا، مبرزة أن العائلة قد أخذت القرار في هذا الوقت بالذات من أجل الإعلان عن إصابته بالفيروس التاجي الذي استدعى نقله إلى المستشفى. بدوره أعلن نجل الفنان عزيز الفاضلي المخرج عادل الفاضلي عن مرض والده، وذلك من خلال إعادة نشر ستوري شركة الإنتاج سبيكتوب والتي جاء فيها: اللهم نسألك أن تشفي السيد عزيز الفاضلي شفاء لا يغادر سقما وتعوضه خيرا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رده إلى أهله سالما معافا من كل أذى، نسألكم الدعاء له بموفور الصحة والعافية. ويشار أن الفنان والمخرج عزيز الفاضلي اشتهر كمقدم للنشرة الجوية في الثمانينات، كما اشتهر بدور بائس الديس، ومن بين أهم أعمالها لابريغاد، نساء الجناحجي، شيب وشباب، والبركة في راسك. اليوتيوبر عبد الله أبو جد يهدي زوجته سارة سيارة بورشة. أثار اليوتيوبر والكوتش المغربي عبد الله أبو جد الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي عقب آخر ظهور له رفقة زوجته سارة بعد أن أهدى لها سيارة بورشة. ونشر أبو جد صورة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، أرفقها بتعليق جاء فيها: تستاهلي أكثر وأكثر لأنك حكمت لي بعينك ماشي بعين الناس في الوقت اللي بزاف ظلموني، وشفتي الحقيقة وشفتي اللي ما شافوش وما بغاوش يشوفوها. وأضاف المتحدث: أنت السند، وقفة معايا وقفة ما وقفوهاش معايا بزاف، كنت أحسبهم رجالة تقتي فيا وقويتي تقتي في راسي في وقت بزاف همهم يهرسوني، ربي عوضني بك وأنت أكبر مما أستحق، الحقيقة واحدة مهما قالوا لك حقيقة حبي. صدمة وفاة الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوعة. صدمت وفاة الفنانة الكويتية الشابة ريما المطوع الوسط الفني إذ وافتها المنية بشكل مفاجئ، وفق ما أكد مقربون منها خلال نعيم إياه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وغرد الإعلامي اللبناني زاهي وهبي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: رحلت ريما المطوع، رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي. فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء الثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها، لها الرحمة، نفسي حزينة. وقالت الكاتبة الكويتية سحر بن علي في سلسلة من التدوينات: ريم المطوع صاحبة الصوت الشجي والإحساس المرهف، الشابة الطموح والصديقة الداعمة دائما، خطفها الموت فجأة ولا كأننا كنا نتحدث قبل يومين ونضحك، لروحك السلام يا ريما. هذه الكلمات كانت ستغنيها وأقوم بإخراجها، لكن الموت كان أسرع، ستبقين في ذلك
ذاكرتنا تلك المرأة القوية الداعمة للمرأة يا ريما. تعرفوا على قائمة الممنوعين من الغناء في مصر والأسماء ستصدمكم. أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر يوم الأربعاء عن قائمة تضم 19 شخصا ممنوعا، وكشف رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هنيدي النقاب عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل. جاءت الأسماء الممنوعة من الغناء كما يلي: حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفى زكريا الشهير بمسلم أبو ليلى وأحمد قاسم الشهير بفيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشة كوستا وسمارة وشواحة وولاد سليم والعصابة والزعيم وعلاء فقتي وفرقة الكعب العالي ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحة. وكان هنيدي قد أكد أن قرار سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش قرار نهائي طبقا لقرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر ومجلس النقابة، مؤكدا أن شاكوش حاول التصالح مع النقابة لكن قرار سحب ترخيصه نهائيا. خطيب كارداشيان يفضح علنا: رائحة وانتنا ولا تستخدم مزيل العرق. فضح النجم ترافيس باركر خطيبته عارضة الأزياء الأمريكية كورتني كارداشيان في تصريحات أدلى بها في إطلالة تلفزيونية جمعتهما. وتحدى باركر خلال حوار تلفزيوني جمعهما مؤخرا في أحد البرامج عن الرائحة النتنة التي كانت تفوح منها، وقال باركر: إن كورتني كانت تفوح منها رائحة نتنة، وعندما سألتها عن السبب وراء هذا الأمر أكدت لي أنها لا تحبذ استخدام مزيل العرق للتخلص من الرائحة. وخلفت تصريحات باركر صدمة واستياء عارمة لدى الجمهور خصوصا محبي كورتني التي اعتبروها إهانة في حق النجمة الأمريكية. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.